ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلي العال وميت فل و14. نقط سريعة قبل ما نخش في المواضيع بتاعتنا النهاردة. احنا هنتكلم بالتأكيد زي ما حضراتكم عارفين جدا لازم هنتكلم على مسألة المساعدات المصرية والعربية والفرنسية اللي يتم إسقاطها على غزة بإذن الله لمساعدة أهالينا هناك، طبعا بسبب الظروف الأكثر من سيئة اللي الناس بتعاني فيها هناك والظروف الأمنية صعبة جدا. هنتكلم بالتأكيد عن الحوار الوطني وأولى جلساته هنتكلم عليها برضو النهاردة. هنتكلم على رمضان ومسلسلات رمضان، ده مما لا شك فيه. هنتكلم على جشع التجار، نحاربه ازاي؟ هل كل التجار جشعين؟ لا، مش كل التجار جشعين، بس لسه في جشع ولسه في افتراء ولسه في سواقه الهبله على الشيطانه واستهبال السوق السوداء وحاجات زي كده، وهقول لك ليه. بص يا سيدي، كلنا خلاص عارفين حافظين عندنا يقين في مساله راس الحكمه، يقين جدول زمني واضح جدا، جدول زمني للمصادر الدولارية اللي جاية في خلال الجدول الزمني بتاعها زي ما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي. والنهاردة لو خدت بالك، وده هنتكلم عليه برضه بشيء من التفصيل قدام شوية، لكن النهاردة لو خدت بالك هتلاقي انه مديرة صندوق النقد الدولي كريستينينا جورجييفا اتكلمت على انه خلاص احنا في غضون اسابيع ان شاء الله هنوقع الاتفاق مع مصر. ده معناه حصيلة دولارية محترمة جدا جدا جدا، وده برضو علشان حضرتك تبقى عارف وعلشان بتوع السوق السوداء يبقوا عارفين، اللي جاي من راس الحكمة ده حاجة، اللي جاي من الصندوق صحيح مش حتة واحدة بس بنتكلم من 10 ل 12 مليار، من 10 ل 12 مليار عشان نبقى متفقين. هيجوا على دفعات، هيجوا على دفعات، بس اللي بنتكلم فيه انه ده من شأنه جدا قوي خالص انه مش بس يحللك الازمه، هو يحللك الازمه وتعدي، مش تعدي الازمه، لا انت تعدي، اقتصاد الدوله هيعدي بامر الله. طيب ايه قصه تجار السوق السوداء؟ تجار السوق السوداء بيلعبوا لعبه غايه في الدناءه عشان بس تبقى فاهم. هو الدولار بينهار؟ بينهار، بيقع؟ بيقع. مش هقول لك اسعار عشان ما تقعدش توجع لي دماغي بصراحه والناس تقعد تهرج ايه وتستخف على السوشيال ميديا، لكن بمنتهى البساطه اللي بيلعبوه التجار يقول لك ايه؟ ده هو نزل بس بيطلع تاني. ده نزل وبيطلع تاني. يجي تقول له طيب ايه؟ انا عايز ابيع. لا والله يعني اصل انا مش محتاج. طب انا عايز اشتري. 50 يعمل لك كده، يقول لك ايه 50 طالما انا عايز اشتري. يعني هو التاجر معاه دولارات فهتروح تقول له طب انا عايز اشتري، هيقول لك اهو. هتيجي تقول له طيب انا عايز ابيع، طب بص حضرتك خلينا بس نشوف السوق هيبقى ماشي ازاي، اصبر عليا. وفي واحد تاني ما يقولكش اصبر عليا، يقول لك 42 يا باشا على طول كده، 42 يا باشا. لكن لما تيجي تقول له انا عايز اشتري يقول لك 50. هم بيلعبوا مين؟ بيلعب الحكومه. والتجار اللي في منتهى الجشع سعداء. ليه؟ لانه بالطريقه دي بالنسبه له انا مش هضطر اخفض اسعار قوي في البضاعه. هزيدك من الشعر بيت. تجار العربيات نزلوا كام في العربيات؟ نزلوا 10 12%. مع انه سعر الدولار نازل تقريبا 21.5%. ايه؟ مش هقول لك 25، ايه؟ انت منزل 10% ليه؟ مع انه سعر العمله نزل 21.5، 22 بالمتوسط يعني، من 25 لحد ال 20. يبقى تجار السوداء بيلعبوك، وانا بقول لك اهو نصيحه لوجه الله، ما تشتريش حاجه. لا تشتري عربية ولا تنزل تشتري ذهب ولا تنزل تشتري دولار، ما توجعش دماغك بالقصة دي. اصبر. انت خسران ايه؟ ده كلها ايام. عدى تقريبا اسبوع، سبت حد اتنين، ادي التلات خلص. نهاية الاسبوع ده لا، اللي بعديه احنا كده في السيف سايد. اول يوم حد الفلوس دخلت المركزي. انت خسران ايه؟ لانه خلي بالك الفلوس دخلت المركزي يبقى تدبير العملة واجب خلاص، شكرا. وساعتها المركزي هيدبر العملة للمستوردين، صح؟ جميل. ده معناه ايه؟ معناه ان السوق السوداء بخ، فينيتو، راحت.
فما توجعش دماغك بالزن، تعالى ده نزل بس بدأ يرجع تاني، تعالى الحق خد العربية، او يجي يقول لك ايه احنا عملنا عرض على العربية حضرتك، احنا منزلين فيها 10% وعشان انت حبيبي 12%. لص وش انا بقول لك اهو، لص وكذاب، وهو شاري العربية دي بسعر يورو 49 جنيه، ده لو جايبها من اوروبا يعني، ولا بيجيبه من اوروبا ولا بتاع، بس يعني. فاللي انا عايز اقوله لك لو سمحت ما تشغلش بالك بالقصة دي، امسك نفسك وتماسك وخليك في التمام كده وراجل قبها ومال وهدومك، وما تشتريش كل الكلام الفاضي ده. لا انت خلاص مش مزنوق في عربية يعني، يعني دي مش رضعة العيل، فبلا عربية بلا ذهب بلا دولارات دلوقتي خالص، اتقل. وانا هطلع فاصل وهنرجع نكمل الكلام. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. الوضع في فلسطين لازال شديد الصعوبة، شديد المأساوية، شديد البؤس، الوضع صعب إلى أبعد حد ممكن يتصوره إنسان. الأمم المتحدة نفسها تعلق على ذلك مرارا وتكرارا، الأمين العام للمؤسسة أو المنظمة الأممية يعلق على ذلك، بل إنه تعليقاته حول إسرائيل الحقيقة يعني تعليقات أكتر من عظيمة. بسبب ذلك فإنه إسرائيل واللوبيهات الصهيونية اللي موجودة في كل حتة في العالم تستهدف هذا الرجل. يبقى طبعا مجلس الأمن كما هو هو هو، الأمريكان يستخدموا الفيتو، يعطلوا أي قرار لوقف إطلاق النيران أو لهذا العدوان الوحشي على الأراضي الفلسطينية. وصلنا إلى مرحلة إنه الصهاينة بيوقفوا المسعفين يقلعوهم هدومهم. هو ما كده في حاجة غلط؟ لا هو مش كده في حاجة غلط، هو كده بقى في أم الأثافي. يعني احنا دخلنا من المذابح والمذابح وقتل الأطفال والسيدات والشيوخ والعجائز، دخلنا لمرحلة انكم بتقلعوا الناس هدومها. يعني طب انا بس عايز افهم، والله بتكلم بجد، وكنا النهاردة بنتكلم انا ومجموعة من الأصدقاء يعني، وده حقيقي مش هزار يعني، انه هو العالم أعمى ولا بيستهبل؟ يعني لو حد في المنطقة العربية، أي دولة، أي مسؤول في أي منطقة من المنطقة من الدول العربية عمل حاجة ممكن تثير حفيظة أصغر واحد في دولة في الاتحاد الأوروبي، بيعملوا لنا عليها حدوتة وسين وجيم، ونلاقي بيانات ونلاقي تهديد بعقوبات وحواديت حواديت. لكن للأسف أنها دولة، للأسف بكاملها بتمارس كل أنواع الغي تجاه شعب بكامله، مذابح وعمله، تقليع الناس هدومهم وعمله، حتى المسعفين، والمجتمع الدولي بيتفرج، وحكومات الاتحاد الأوروبي عاملة كده. طب هو حد فيهم وقع عقوبة واحدة على هذا الكيان الصهيوني المحتل؟ عقوبة واحدة؟ حد قال احنا هنبطل نصدر لهم سلاح؟ لا. حد قال هنوقف عمليات التبادل التجاري ما بيننا، تصدير كان أو استيراد؟ لا. الأمريكان بقى، الأمريكان بقى هم بقى ملوك منظمات حقوق الإنسان يا جماعة، ولازم، وإحنا لا يمكن أن نسكت ولا يمكن أن نصمت، ده على أي حاجة. لو حد رمى إبرة ورنت في الحجز فصحت واحد محجوز، انتوا قلقتوه من نومه، أصل إحنا هنحجز المبلغ ده، ده في حد اتشخط فيه وهو بيلعب رياضة في الحوش، فاحنا والله هناخد إجراء.
لكن لما إسرائيل تقتل الناس وتذبحهم وتضرب المستشفيات وتقتل المرضى على الأسرة ويخشوا يرشوا الناس، فاكرين الواقعة بتاعت المستشفى، يخشوا يرشوا الناس بالمدافع الرشاشة في سرايرهم جوه المستشفيات، ولما يجبروا المسعفين على خلع ملابسهم أمريكا عاملة كده وتكاد تكون مبتسمة. الحقيقة يا جماعة وقفوا العدوان، فيتو. فيتو على الإيه؟ المساعدات. بدأنا نفكر في طرق أخرى علشان نقدر نوصل المساعدات لأكبر قدر ممكن من الناس. قد يكون المشهد الوحيد الذي يدعو لتفاؤل، مش هقول لك للبهجة، لكن مفيش بهجة في هذا المشهد في هذا الوضع، لكن يدعو لتفاؤل، هو المشهد المصري، سواء إذا كان على الصعيد السياسي أو على الصعيد الإنساني أو على الصعيد الدولي، وإزاي مصر تقدر تكون لوبيهات لخلق ضغوط على هذا الكيان الصهيوني المحتل الغاشم المتوحش. فبنفكر وصلنا إلى أنه نسقط 45 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالينا في غزة. هنعمل إيه طيب؟ القوات المصرية هتنزل هذه المساعدات. طيب ولسه احنا بنفكر يا جماعة، طيب والتهدئة، طيب وهنوصل لهدنة ولا ايه؟ طب الظروف هتبقى ماشية زي خلال الفترة الجاية، ده احنا داخلين على شهر رمضان. خليني اخد معانا على تليفون دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية. اهلا بحضرتك يا دكتور طارق. اهلا سيادة النائب. اهلا استاذ يوسف، اتفضل يا فندم. دكتور طارق، يمكن محتاج من حضرتك ما بين، مش التعليق لكن ما بين التعليق والتحليل لإسقاط 45 طن من المساعدات الإنسانية جوا عبر القوات المصرية حتى تصل المساعدات إلى غزة. واضح جدا من هذه العملية أنه حتى إيصال المساعدات أصبح في شكل من أشكال الاستحالة. هو طبعا هي خطوة مصرية مباشرة، طبعا احنا قمنا بيها نتيجة للتعنت الإسرائيلي والإجراءات الإسرائيلية في الدخول على الارض، سواء بالنسبه للمعبر، لانه طبعا عمليات التفتيش والمتابعه وعمليه الرفض لارتحال الشاحنات بصوره كبيره وتكدسها، فكان القرار المصري باسقاط هذه المساعدات لاهالينا، لان لا يمكن ان تترك مصر الشعب الفلسطيني بهذه الصوره. مصر بطبيعه الحال تتحرك كما اشرت حضرتك بمفردها لادخال هذه المساعدات بالصوره اللي كان مفترض ان تتم تحت سمع وبصر العالم، لكن العالم جائر ربما لاعتبارات متعلقة بإدارة المواجهة في قطاع غزة وفي الإقليم. القوة سيادة النائب هي التي تحكم مسار ما سيجري في الإقليم، وتتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل تبعات ما سيجري، يعني لا تصدق أن الوضع سيستمر بهذه الصورة. الأمم المتحدة وقفت عاجزة، ومنها العام شيطنته إسرائيل، وقامت بعمليات تكثيف منابع التعامل، سواء بالنسبة للمساعدات، بالنسبة للتعامل مع الأمم المتحدة، بالنسبة لرفض أي تعليقات دولية طبعا، وانتهى حكم محكمة العدل الدولية أمس المرافعات 6 أيام. قدمت فيها إسرائيل يعني عرض وشو إعلامي، ربما طبعا ما دار يعني سيحتاج لبعض الوقت للتعليق عليه قبل صدور الحكم الغير ملزم، لكن نحن الآن أمام يعني مرحلة خطيرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ليس فقط متعلقة بقطاع غزة، ولكن في النظر إلى مجمل الملف الفلسطيني وقضية الصراع ومستقبله بصورة أو بأخرى. ليه؟ لأنه كان من المفترض أن تتم كل المراجعات وفق قرارات الشرعية الدولية والقرارات الحاكمة لتاريخ الصراع وغيره، وأن نبدأ خطوة هي طبعا الرؤية. أنا في تقديري، مع الاحترام والتقدير لكل الرؤى التي طرحت منذ بداية العدوان، كانت رؤى جزئية فيها أفكار وفيها مبادرات، لكن بقيت الرؤية المصرية سيادة النائب هي الرؤية الأشمل. يعني مصر منذ يعني عدة أشهر طرحت المقاربة الثلاثية والمراحل الثلاث، كل مرحلة بخطوات إجرائية تنفيذية كاملة
للوصول الى الهدف وهو اعلان حل الدولتين، وطرح هذا الامر. الجانب الاوروبي كما تعلم اقتبس بعض الافكار المصريه وطرح مبادره 10 نقاط، البريطانيين طرحوا 5 نقاط، كل ده من الافكار المصريه. صحيح. وتحرك مصر هو تحرك يعني متعدد المسارات، ما بين الدبلوماسي، ما بين الانساني، ما بين الامني، ما بين العسكري، في اجراءات كثيره جدا اتخذتها القاهره في هذا الاطار، لانه في مسؤوليه كبيره تتحملها مصر، مسؤوليه جزء منها اخلاقيه وجزء منها هي دي اخلاقيات السياسه الخارجيه المصريه يوسف، يعني صح. يجب ان نتذكر هذا، هي دي اخلاقيات السياسه الخارجيه المصريه واخلاقيات الدوله المصريه والتزامنا تجاه الاشقاء الفلسطينيين، لانه جزء مما يجري هو بطبيعه الحال اننا امام عالم لن يعطي وينصف الحق الفلسطيني، لانه طبعا هذا الامر سيحتاج الى اراده دوليه، والاراده الدوليه غائبه، يعني اسمح لي ان اقول نحن امام غابه سياسيه، وهذه الغابه السياسيه ليست في مجلس الامن بالمناسبه، وما دار طبعا نحن لسنا في انتظار قرار بوقف اطلاق النار مع اداره امريكيه جائره، وسنختار ما بين السيء والأسوأ، يعني نحن في انتظار اذا جاء الرئيس السابق ترامب فنحن سنختار هنا ما بين السيء والأسوأ، فالتعويل على انه في تغيير في نمط التوجه الدولي يعني اعتقد سيكون رهان خاسر، وبالتالي هنا المشكله ستتعلق بتفكيك عناصر الازمه، ماذا تريد هذه الحكومه الاسرائيليه وكيف ستجر الاقليم باكمله الى الصراعات. انا في تقديري ان الولايات المتحده لن تتدخل في الاقليم وستحاول ان توقف اطلاق النار فيما تبقى من عمرها الا اذا تضررت المصالح الامريكيه للخطر في الاقليم. طبعا هتقول لي حضرتك الميليشيات تتحدث وربما الميليشيات الحوثيه وتهديدها لأمن البحر الأحمر والمضيق باب المندب وغيره والفصائل في العراق وفي سوريا وفي غيره، لن تتحرك الإدارة الأمريكية إلا إذا بالفعل تضررت مصالحها الحقيقية في الإقليم، لأن ما تقوم به الآن هو مجرد تسجيل موقف ليس أكثر، ولا تصدق أنه ضرباتها على في العراق وفي اليمن ضربات مؤثرة أو موجعة، لأنه بطبيعة الحال لا توجد خسائر حقيقية. لكن وطبعا هنا حدث ولا حرج على العلاقة الأمريكية الإيرانية، لأنه في النهاية الإيرانيين يتحركون بمخطط واضح من استخدام الوكلاء الإقليميين، وبالتالي أنا أعتقد أنه استدعاء الأطراف الدولية قد يكون مهم، يعني الحركة العربية والإسلامية تجاه الأقطاب الآخرين مهمة، تجاه الصين، تجاه فرنسا، تجاه أيضا روسيا، كل هذا الأمر يجعلك تتحرك في دوائر عديدة، وأنه العالم ليس الولايات المتحدة، البعض يظن أن الولايات المتحدة هي الأساس، لكن نحن في عالم بالفعل عالم متعدد الأقطاب، لكن نريد أن نستثمر هذا. ده خليني يا دكتور يمكن هفكر مع حضرتك بصوت عالي إذا أذنت لي. الصين لن تتحرك من وجهة نظري، الصين شريك تجاري واقتصادي ولا تدخل في نزاعات عسكرية، يمكن بالكتير ممكن تدلي ببعض الآراء سياسيا حتى وإن كانت معلنة، ده من ناحية. روسيا كما نعلم جميعا لديها حربها مع أوكرانيا، فالوضع متأزم في الجانب الروسي. وهنا يجي السؤال، وعلى سبيل المثال ألمانيا لن تحرك ساكن لأنهم يتعاملون بمنطق اللي على رأسه بطحة، فهم خايفين من وقت الحرب العالمية الثانية ومش هيقربوا من إسرائيل بحال من الأحوال، بل تكاد تكون تصريحاتهم تصريحات قريبة. يعني يبقى لنا فرنسا، هل فرنسا قادرة على أنها تساعدنا في دعم أوروبي خاص بهذه القضية؟ يعني أنا متفق مع حضرتك تماما سيادة النائب، لكن نحن لا نستدعي حليف بحليف أو لا نستبدل حليف بحليف إن صح التعبير، لكن لديك مشكلة حقيقية في إنه هذه الأطراف تقدم خطوة تعود خطوات نتيجة للتعامل مع إسرائيل بصورة أو بأخرى، يعني الجانب الصيني مكتفي بمقاربة محدودة وفق مصالحه، والروس أيضا منشغلين بالمسألة الأوكرانية، لكن فرنسا بمفردها لن تستطيع أن تفعل شيء. فرنسا قامت من قبل طبعا كما تعلم بمؤتمر باريس لسلام الشرق الاوسط وخربته اسرائيل، والولايات المتحده عطلت اليه فرنسا. طبعا الالمان اعتقد ان هم لن يغيروا مواقفهم. نحن هنا سياده النائب لا نبحث عن حليف قوي، انما تبحث عن مصالحك السياسيه والاستراتيجيه، وبالتالي بحثك كدول عربيه يجب ان يتم بعمل جماعي في اطار عمل عربي واسلامي. يعني حينما سافر الوفد العربي الاسلامي الى هذه العواصم كلها بما فيها الولايات المتحدة ونقل صورة، كانت هناك نقطة مهمة
لكن لابد الآن من أن نصارح أنفسنا، هل تريد أن تتعامل مع إسرائيل وتستوعبها في الإقليم بشروطنا أم بشروطهم؟ هذه نقطة مهمة. يعني إذا قلنا سنتعامل مع إسرائيل وفق مقاربة جديدة شرق أوسطية في إطار عربي، يبقى لابد أنها تقدم شروط قبولها، وشروط قبولها معلومة. نحن الذين قدمنا شيكا على بياض لإسرائيل في الفترة الماضية حينما قبلت بعض الدول بعقد السلام معها وقدمت مشروعات أمن وتعاون إقليمي واقتصادي وسياسي وغيرها. لكن وطبعا نحن من يعني لكي لا يقول أحد أن مصر هي أول من بدأت، مصر بدأت عملية السلام والأشقاء في الأردن، لكن كانت هناك كان هناك مشروع سلام وتسوية ومواجهات كثيرة، ومصر هي مصر والأردن أيضا كان لها دور مع التقدير للتجربة الأردنية. اليوم مطلوب أن ننزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية من الكلام العام النظري إلى الكلام الواقعي، أن إسرائيل اليوم حينما تمثل أمام أمام العالم في قضية معينة، قضية محكمة العدل الدولية بعد 75 سنة من قيامها، هذا أمر مهم. وبالتالي الدول العربية عليها أن تضع آلية استراتيجية تحت مظلة الجامعة العربية والدول العربية الرئيسة لبداية حملة دولية لنزع إسرائيل شرعية إسرائيل في المحافل الدولية. ده يهم إسرائيل قوي. عايز أشير لنقطة سيادة النائب، أن إسرائيل كانت في حالة فزع وهلع طوال أسبوع كامل وهي أمام القضاء الدولي أو قضاء المحكمة العدل الدولية. ليه؟ لأنها لأول مرة تشعر أنها دولة منبوزة أو أنها دولة تمارس أعمال إرهابية بصورة كبيرة تحت سمع وبصر العالم. هأشير لنقطة قبلها تكون دلالة رمزية. أمس في ختام الست أيام يا سيادة النائب، عملت إسرائيل تجربة لإسقاط بعض المساعدات وتقديم بعض المنح قبل أن تغلق المحكمة نصوص الدفعات والبراهين أمامها. هذا معناه أنه هناك خوف في إسرائيل أنها يعني تبدأ الدول العربية هذا المسار، وربما لاطلاعنا على المصادر الإسرائيلية الداخلية نشعر بهذا وندرك أن إسرائيل الآن تتخوف من رد الفعل العالمي والدولي. طب وبالتالي عليك أن تتحرك وتستثمر ده، لا تكتفي بما حلو قوي في محكمة العدل. إسرائيل في ظني، وصححني برضو لو أنا غلطان يا دكتور، إسرائيل في ظني لأول مرة في تاريخها تخسر قضية رأي عام. يعني سيبنا من الحكومات، قضية أمين. رأي عام، قضية شعوب، قضية مجتمعات، لأول مرة تقف مدانة أمام المجتمعات والشعوب وبهذا الحجم. يعني أنه يبقى في مظاهرات مستمرة تحافظ على الزخم بتاعها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تندد بالوحشية الإسرائيلية. إسرائيل عمرها ما شافت ده، لدرجة أنه أستشعر أنه المرافعة اللي قدمتها مصر على لسان المستشارة ياسمين موسى، أعتقد إنها برجلت الحسابات الإسرائيلي شوية والحسابات الأمريكاني شوية، وبالتالي بيزيدوا من تعنتهم. فهنا يجي بعض التصحيح سؤال: إيه هي المصالح الأمريكية التي إن هددت أمريكا تعمل للخلف دور؟ مصالح عسكرية واستراتيجية في الإقليم ومراجعة الدول العربية لمضمون ومنظومة العلاقات مع الولايات المتحدة وليس مع إدارة واحدة. بمعنى أن الوجود الأمريكي في الإقليم ليس فقط قواعد عسكرية وترتيبات عسكرية وغيره، لكن هو بطبيعة الحال إذا هدد الأمن القومي الأمريكي الموجود مع مناطق التماس في منطقة الشرق الأوسط، هنا الجانب الأمريكي يتحرك. الولايات المتحدة لماذا تحركت حضرتك بسرعة في بعد أن تم استهداف قاعدة التنف على الحدود الأردنية السورية، بعد أن تم قتل 3 من جنودها؟ وبالتالي الولايات المتحدة لن تتحرك إلا إذا تضررت مصالحها. طبعا هناك تجاذب كبير في الكونجرس، هناك مصالح، هناك انتخابات مقبلة، هناك شعبية رئيس انخفضت بصورة كبيرة، في متغيرات كبيرة في الولايات المتحدة، لكن لا نريد أن نعول عليها لأن دي في النهاية شأن داخلي. حتى الجاليات العربية والإسلامية التي هددت بعدم إعطاء صوتها في الفوتنج في عملية تصويت للرئيس الأمريكي جو بايدن تبقى في إطارها، لأنها طبعا ليست مؤثرة بالصورة الكبيرة أمام طبعا توجهات إباء كبرى من المنظمات اليهودية كما تعلم. بالتالي لا وجه للمقارنة. إذا نحن أمام خيار، أنا أعتقد أستاذ يوسف بالفعل إذا بدأنا وهو نزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية والمنظمات الدولية. إسرائيل قعدت سيادة النائب 75 سنة تبحث عن شرعيتها، لكن حتى هذه الشرعية أصبحت غير معلومة. أنت وأنا لا نعرف ما هي عاصمة إسرائيل، فالرأي العام الدولي والجمهور الدولي يقول هل هي تل أبيب ولا هي القدس.
مجتمع من الداخل يعاني من أزمة انقسام كبيرة. اليوم إسرائيل بالفعل أستاذ يوسف في حالة فزع، مجتمع يحتاج إلى تأهيل نفسي، هناك مجتمع في حالة ذعر كاملة، دولة مذعورة الآن تبحث عن حضورها، وبالتالي ما تشاهده الآن ليس أمامهم سوى استخدام القوة، ليس أمامهم سوى الاستمرار في المخطط للنهاية. إسرائيل ليست نتنياهو بالمناسبة سيادة النائب، إسرائيل مجرم الحرب الذين يقودون هذه المواجهة، كل أسماءهم معلومة لنا وكلهم يتعامل معهم المجتمع الدولي كإرهابيين، وفي مذكرات توقيف للعديد صحيح. منهم من قادة الحروب السابقة، وفي منهم 6 في الحكومة مطلوبين في مذكرات توقيف في المحكمة الجنائية. بالتالي حضرتك بتتكلم على مجموعة إرهابيين يديروا هذا الكيان، هذا الكيان الذي أنشئ بنص قرار 181 صادر لسنة 47 والقاضي بإعلان دولتين على الأرض، دولة يهودية ودولة عربية. إسرائيل الآن لا يمكن أنها تقف أمام القرارات الدولية لأنه هناك قرار أنشأ هذا الكيان نفسه، وبالتالي نحن أمام واقع يتشكل. بالفعل علينا أن نستثمر حالة الداخل في إسرائيل، هناك بالفعل مجتمع يعاني من أزمات حقيقية ولا يملك خيارات وبدائل كثيرة، والمجتمع في حالة تأزم اقتصادي وسياسي، وفي مشاكل طبعا متعلقة بالانقسام الداخلي، وبالتالي وحتى رؤية الأحزاب واليمين الإسرائيلي وغيره، لكن في النهاية هم ليس أمامهم بديل سوى الاستمرار في تبني خيار القوة. نحن أمامنا فرصة على المستوى العربي وعلى المستوى المصري يعني ممارسة دور داخل المجتمع الإسرائيلي وتكريس فكرة الانقسام الداخلي. المجتمع النهاردة ما بقاش حضرتك تصديمي وإشكنازي وعلماني ومتدين وحريدي وكل ده كلام خلاص انتهى، المجتمع كله أصبح مجتمع إرهابي، وبالتالي حضرتك النهاردة لازم تقف أمام هذه النقطة. زي ما قلت لحضرتك ربما استهداف مصر، لأنه مصر هي من وقفت أمام محكمة العدل الدولية بالفعل في مرافعة، المذكرة كانت 56 صفحة باللغة الإنجليزية موثقة بالكلمة بالواقع بالتاريخ يعني كاملة، وبالتالي هي ليست إدانة لكنها توثيق كامل لما قامت به مصر. وأنا أعتقد أنه هذا الموقف هو من أبرز إجرام إسرائيل في الإقليم. طيب. 75 عاما من الممارسات الإجرامية في الإقليم بكل سواء. على نفس ذات الصعيد يا دكتور طارق، هل خلال الفترة المقبلة نشهد هدنة؟ الناس كلها بتسأل. طبعا يعني أنا مش حافظ قدام تصريحات الرئيس الأمريكي اللي قالها النهاردة إنه الهدنة هتبقى يوم الاثنين القادم أو غيره. طبعا الرئيس الأمريكي يحتاج إلى أيضا إلى علاج. طبعا أنت أمام حالة تأزم أمريكي داخلي وهزيان سياسي أمريكي ودولة محرضة، لا أتوقع خيرا من الإدارة الأمريكية، لكن جهود الوسطاء الجانب المصري بيبذل مجهودات كبيرة، مجهودات جبارة بالمناسبة لا يتحملها بشر، من سخافات إسرائيلية متعددة برغم الزيارات واللقاءات والدخول في تفاصيل وغيره. إنما طبعا في تفاؤل كبير بأنه قد يتم هذا الأمر إذا قبل الطرفين، يعني إذا شكلت إرادة بين الطرفين. حماس قدمت طبعا بعض التنازلات وإسرائيل قدمت تنازلات طبعا في تفاصيل كثيرة متعلقة بالنسب بتاعة الأسرى من 1 إلى 10، نتكلم في الإطار الزمني، نتكلم على الأسرى الذين سيخرجون عددهم، الإطار الزمني مدة 40 يوم 7 أيام بعديها، إجراءات بناء ثقة متعلقة بعودة بعض الأسر والعائلات إلى مناطق الشمال. في تفاصيل كثيرة أعان الله المفاوض المصري في هذا، يعني بصورة كبيرة تحملنا كثيرا، لكن هذا هو قدر الدولة المصرية. هنفضل ندعم الأشقاء الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني بالأساس، هذا قدر الدولة المصرية ومؤسسة وأجهزتها الكبيرة اللي واقفة سند وداعم. ولولا مصر يا أستاذ يوسف سيادة النائب أنت تعلم كان تم تصفية القضية من زمان، وهو قدر نفخر به والله يا دكتور. أشكرك جدا يا دكتور طارق، أشكرك جدا 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 دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، هو فعلا قدر نفخر به. خدوا بالكم من حاجة مهمة أو حاجتين مهمين. 1، المعبر مفتوح من الجانب المصري، التعنت موجود عند الصهاينة. الدليل حاجتين، حاجة منهم ان انا بعمل هذا الاسقاط الجوي للمساعدات لان انا مش عاوز ابطل ضخ مساعدات او ايصال مساعدات لاهالينا في فلسطين، فانا بعمل كل حاجة ممكنة. معبر مفتوح من ناحيتي، الناحية التانية هم اللي بيتعنتوا وهم اللي بيقفلوا وهم اللي بيعطلوا وهم اللي بيبوظوا كل حاجة، فلجأت لمسألة الاسقاط الجوي. أي طريقة ممكنة نستطيع بها إيصال المساعدات، ثق أن مصر هتعملها أو بالفعل بتعملها.
طب الدليل التاني اللي قلت لك عليه اول امبارح، انا عامل تاني معسكر، تاني معسكر، ده مش الاول، ده التاني، تاني معسكر لإيواء النازحين، وهشتغل على المستشفى الميداني. يجي بقى الإعلام والصحافة الإسرائيلي، ويجي العيال بتاعت الإخوان ولجانهم والثلاثي الوقح الوضيع اللي موجود، دي صورة المعسكر المصري بالمناسبة اللي موجود داخل الأراضي الفلسطينية، ده رقم اتنين حضرتك شايفه قدامك عيانا بيانا، الأولاني ده خلصان وخلاص وتمام، وده كان التاني وخلص قدامك أهو، والمستشفى الميداني نبدأ العمل فيه فورا. يجي بقى العيال الوضيعة بتاعت الإخوان، سواء إذا كان الثلاثي الوقح الموجود في لندن أو المنتشرين في العالم، زائد اللجان بتاعتهم اللي موجودة على السوشيال ميديا، بيعملوا نفس الكلام هو هو. ولازم أنت تستغرب وتتساءل، معقول إن الصهاينة والإخوان بيقولوا نفس الكلام وأنت مستوعبه؟ يا أنت مستوعب الوضع ده؟ أنت شايفه عادي؟ ما هو لازم دي حاجة تلفت نظرك، الصهاينة والإخوان الاتنين يقول لك إيه؟ ده مصر مش عايزة توصل مساعدات، ده مصر ضد مصر اللي وقفت التهجير القسري، مصر اللي قالت ان الفلسطينيين لا هيخرجوا قسرا ولا طوعا من بلادهم، مصر اللي رفضت تصفية القضية، مصر اللي أصرت على إدخال المساعدات بأي شكل. لما جو بايدن كلم الرئيس، عشان الواد مصر المتخلف هو والواد معتز مطر الأكثر تخلفا وبلاها، بس الواد مصر اصله صليط اللسان، يعني لسانه زفر كده. المهم طلع يقول لك ايه؟ لا ده كانوا قافلين. لا، مصر قالت انا مش هدخل مزدوجي الجنسيه من الرعايا الامريكان غير لما ادخل المساعدات بتاعتي الاول. ده اللي هو كان يوم 18 اكتوبر 2023، عشان بس المسائل تتحط في موضوعها السليم، ونبقى بس ايه؟ كل واحد عارف حجمه ومركزه ايه. دي مصر، مصر عمرها ما تخلت عن شعب عربي، فما بالك بالقضية المركزية. دي مصر، الله، مصر دي هي اللي كشرت عن أنيابها. لو تتذكروا من أسبوعين، أكتر من أسبوعين بشوية، قصة بتاعت صلاح الدين فيلادلفيا، فكشرت مصر عن أنيابها. حصل ولا في دي ما بتسمعوش الإعلام الإسرائيلي والصحافة الإسرائيلي؟ يعني الإخوان ساعتها بيصموا ودانهم؟ ده هم اللي قالوا لا داعي للصدام والمواجهة، لا داعي، بل بالعكس، ده بعض من جنرالاتهم قالوا بالنص لن نستطيع الدخول في صدام مع الجيش المصري. بقى دي بلد تقول اصل انا هقفل معبر ولا هوقف مساعدات ولا اصل هتنازل ولا اصل هسمح ولا اصل هفوت؟ والله العظيم ثلاثة، لولا البلد دي كانت القضية انتهت من بدري، راحت، مش هقولك ميعت، راحت. زي ما قعدوا شككوا في قصة الاقتصاد، الدولار من أين؟ إزاي؟ هنعمل إيه؟ هتجيبوا الفلوس منين؟ وناس طلعت تهرج، وناس طلعت تستظرف، وناس طلعت تشكك، وناس مصممة تشكك وهي تعلم جيدا إن الوضع ماشي بالمظبوط، لأنه في ناس كانت عارفة إن موضوع رأس الحكمة ده هيتم هيتم، وخدوا الموضوع بتهكم وهزار، والبعض خد الموضوع بمنتهى التشكيك. أنا أعرف حد حبيبي يعني قال يعني هو السماء هتتفتح وتمطر علينا مليارات؟ الرزق من عنده مش من عندك أنت. بالمناسبة دي والله العظيم حكاية الاتفاق بتاع رأس الحكمة ده، تعرف إيه اللي بيدور في ذهني يعني؟ اللي يدور في ذهني تحالف اقتصادي مهول، القاهرة الرياض أبو ظبي. التحالف ده لو اتحط في صيغة تحالف، مش بس الاتفاقات الكبرى والاستثمارات المشتركة ما بين البلدين،
تحالف اقتصادي كبير في يوم من الايام هتشوف اتحاد اوروبي، بس ساعتها هيبقى اتحاد عربي، كل دوله بحدودها بحكامها بحكوماتها بكل حاجه. حصل التحالف ده، لا هيعرف يقف قدامك، لا هيقف قدامك اتحاد اوروبي، ولا هيقف قدامك الامريكان، ولا هيقف قدامك اللالي، الكل هيعمل لك الف حساب. بدات بالتلات عواصم دول، يا سلام يا سلام، امل حياتي. زي ما امل حياتي دايما اشوف صلاح بيلعب، بس انا عايزه يكمل مع ليفربول، مش عايزه يمشي دلوقتي مع من ليفربول. وهنا لازم نطرح سؤال يا جماعه، ويديك يمكن حدوته بعيده شويه، بس بجد والله من ضمن الامال يعني، يعني انا راجل مش مهتم قوي بالكوره، انا بشجع النادي اللي انا لعبت فيه رياضه وانا صغير، تمام؟ ف بشوف رحله صلاح، رحله صعود ما شاء الله ما شاء الله عظيمه. راجل بأمر ربنا وبتوفيقه صنع من نفسه نجما، أصبح الأغلى على مستوى العالم في تقديم العروض المالية إليه أو للنادي اللي بيلعب معاه. يعني ما حدش اتقدم له عرض زي اللي اتقدم لصلاح، أو عروض زي اللي اتقدمت لصلاح. يا جماعة ليفربول هنديلكوا كذا وسيبوه لنا، صلاح مرتبك كذا، طب السنة الجاية إن شاء الله ربنا يسهل، طب بص السنة الجاية، جات السنة الجاية، طب العرض بتاعك كذا ومرتبك كذا إلى آخره. نوادي أوروبية تانية عايزة هذا الرياضي المهول. واللي عاجبني في صلاح أكتر وأكتر إنه هادي وراسي وموزون. الناس تهاجمه لا يستفز. الناس تشيله وترفعه على الأعناق لا يصيبه الصلف أو الغرور. كنت أبص النهارده افتكرت صورة صلاح هنا. طب ما تحطوا لنا صورة صلاح هنا، حلو صحيح. حدوتة حدوتة، رياضي شاب مصري. أيوة إحنا بنتكلم في صلاح كام سنة يا جماعة؟ 31 سنة في عز الشباب ما شاء الله، ربنا يديله الصحة ويفضل يلعب كمان 9 سنين، إيه المانع؟ عشان كده أنا بقول أنا عايزه يكمل من غير ما يشغل نفسه دلوقتي بانه يتحرك. صلاح بيلعب في اقوى دوري، مفيش حاجه، شاب زي الفل، خلقا زي الفل، جدعنه، كلنا عارفين جدعنه صلاح ومحبته لبلدته ولمحافظته ولوطنه والفرقه بتاعته اللي هي المنتخب الوطني. ف انا عايزه يكمل مع ليفربول، مش عارف ايه، انا راجل ماليش في الكوره قوي يعني، بس انا بقيت بشوف الكوره عشان محمد صلاح. في شبان صغيرين كده هسميهم شبان، هم اولاد زغنططين قد كده اهو، عيال لسه قد الركبه زي ما بيتقال، لسه ما يعني يقول لك ده انت ما قد ركبتي. العيال عايزه تطلع تلعب رياضه، علشان تلعب كوره تحديدا عشان يبقوا محمد صلاح. أنا شفت في لندن ناس هنود في محل، صاحب المحل نفسه أول ما بقول له مصري قال لي مو صلاح مو صلاح مو، والله ما بهزر. الناس بتحبه، سبحان الله العظيم، ربنا عايز له كده. طيب خلينا نشوف يا ترى ده في فانوس رمضان صلاح صحيح؟ أيوه، حالة، أمل، حلم، طموح. خلينا ناخد على التليفون ناقدنا رياض الرياضي الكبير من لندن استاذ ياسر الشنواني. اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ يوسف. ازيك يا استاذ ياسر، عامل ايه؟ والله تمام الحمد لله. صلاح ايه اخباره؟ هيقعد فين وهيروح فين؟ والله طبعا اما يكون نجم بحد محمد صلاح، وزي ما قلت استاذ يوسف حدوته، انا مش بقول حدوته بس، يعني حاجه تدرس، يعني التاريخ اللي عمله صلاح، صعوده ازاي وانتقاله من المقاولين، ان هو يجي ينتقل يروح لبازل السويسري ويتالق مع بازل السويسري فيجذب انظار البريمير ليج، يعني اقوى دوري في العالم، لو في 5 دوريات كبرى في العالم سواء الدوري الفرنسي او الاسباني او الايطالي الالماني والبريمير ليج، فالدوري الانجليزي ده مش اي حد يلعب في الدوري الانجليزي، فكل ان واحد يتالق في الدوري الانجليزي وطبعا تعدي عليه مراحل بتبقى زي اختبار ليه، كان ممكن اي حد لو غير صلاح كان يجي على الدوري الانجليزي ويحصل معاه اللي حصل مع تشيلسي وكان يرجع،
او خلاص يروح اي حته ثانيه ويعني ويحصل له اخفاق. لكن ده راجل عنده تارجت دايما بيحاول ان هو يوصل له، عنده هدف بيحاول ان هو يحققه. وشفنا لعيبه كتير احترفت لكن ما قدرتش تكمل لان ما كانش عندها نفس الاصرار اللي عند صلاح. فيحصل معاك مع تشيلسي اللي حصل ده، وبعدين تنتقل تروح الدوري الايطالي فيورنتينا، وبعدين روما تتالق فترجع لليفربول. هيجي بقى يعني حصلت طفره رهيبه يعني لصلاح وللكره المصريه وللكره العربيه، واسم كبير واحصائيات وتشامبيونز ليج وبريمير ليج واف اي كاب وكاراباو كاب وكل الحاجات دي. فدي بحد ذاتها يعني مش حدوته بس، لا دي ظاهره لازم تدرس ونعرف اللي وصل لصلاح. انا بتفق معاك في اللي بتقوله ان عايز صلاح ان هو يفضل يكمل في ليفربول، لان ما فيش دوري اقوى من الدوري من البريمير ليج الدوري الانجليزي. صح. لكن دلوقتي في كلام كتير جدا على ان صلاح، وناس طلعت اتكلمت دلوقتي ان صلاح هيمشي ومش عارف ايه، لكن انا بقول ان الكلام ده مجرد كلام. كل واحد ممكن يكون عايز يعمل سبق، عايز يعمل حاجه خاصه بيه، لكن لغايه دلوقتي ما فيش حاجه. اما يكون نجم بحجم محمد صلاح لازم، اما يحصل حاجه لازم يبقى في مصدر موثوق منه هو اللي يتكلم. في الميركاتو الصيفي السنه اللي فاتت اول ما كان في كلام عن الدوري السعودي لمحمد صلاح، صحيح، والله الناس طلعت وقالت ان ده في مبلغ قد كده، في معروض 200 مليون يورو، في مرتب شهري قد كده، في حاجات تانية لصلاح. فكل ده لازم يتقال، خصوصا البريمير ليج. الناس عندهم انديه البريمير ليج عندهم شفافيه رهيبه جدا. نجم مثلا بحجم هاري كين متالق مع يعني نجم وكابتن الدوري الانجليزي ونجم توتنهام هوتسبير، اول ما قرر ان هو يروح بايرن ميونخ كله طلع واتكلم وقال بكل بمنتهى الشفافيه. فلو كان في حاجه دلوقتي لصلاح ان هو راح فعلا وخلص مع الدوري السعودي، انا شايف ان الناس كلها بتتكلم مجرد كلام، كل واحد عايز ياخد سبق لنفسه ويتكلم ان هو الراجل اللي عارف كل حاجه. لكن لغايه دلوقتي مفيش حاجه، مفيش اي مصدر موثوق، ولا صلاح اتكلم ولا يورجن كلوب اتكلم ولا ليفربول اتكلم ولا الصحف الانجليزيه اتكلمت. طب مش يعني هو كان متقدم بالفعل عرض من باريس سان جيرمان؟ طبعا هو بعد باريس سان جيرمان، اما كان في كلام برضه ان مبابي هيروح ريال مدريد وخلاص. الموضوع ده يعتبر الى حد ما اتاكد. فطبعا اكيد يعني مش هيكون الدوري السعودي بس اللي عايز صلاح، اكيد باريس سان جيرمان عايز صلاح، واكيد في انديه كتيره جدا يعني مهتمه بان صلاح ينتقل ليها، لان صلاح فعلا اضافه لاي فريق ينتقل له. لكن لغايه دلوقتي ما فيش حد اتكلم خالص. من ضمن الانديه اللي بتطالب ان وتتمنى ان يكون محمد صلاح عندها هو باريس سان جيرمان، بعد خصوصا بعد انتقال امبابي الى ريال مدريد. يعني في رايك ما فيش حاجه لغايه دلوقتي حاليا؟ ما فيش اي حاجه، ولا صلاح طلع تصريح، ولا يورجن كلوب طلع تصريح، ولا نادي ليفربول طلع تصريح، ولا الايجنت بتاع صلاح اتكلم. طب على سبيل المثال لما حصلت اصابه محمد صلاح في كاس الامم الافريقيه، اول ما الناس طلعت اتكلمت، يورجن كلوب اتكلم في المؤتمر الصحفي، صح، الايجنت بتاع صلاح طلع تصريح وقال بالتفاصيل كل حاجه. فالناس دي منتهى الشفافيه، لغايه دلوقتي ما فيش ولا حد من دول طلع تصريح. فمعنى كده ان الكلام اللي بيتقال كل ده مجرد كلام، كل حد عايز يعمل سبق صحفي ان هو عشان لو احتمال حصل محمد صلاح يبقى انا اول واحد قلت كده. صح. لكن حاليا لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه رسميه لغايه دلوقتي. ممكن يكون فيه، لكن طالما ما فيش حد طلع ولا مصدر موثوق قال على التفاصيل يبقى لغايه دلوقتي ما فيش حاجه حصلت. نشكرك جدا 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 الاستاذ ياسر الشنواني الناقد الرياضي من لندن. انا عاجبني صلاح ده، اروبا والله العظيم. شوف صمته ده، هدوءه ده، تقيل كده، ما هواش خفيف. صلاح مش كثير الكلام، مش دائم الظهور. من الاخر ليه بقول لك اروبا؟ صلاح مش مرطرط، مش كتير، مش تفتح الحنفية تلاقي محمد صلاح. صلاح عزيز غالي، هو عارف قيمته، عارف قيمة نفسه يعني، وصناعة كرة القدم وهي فعلا صناعة عارفة قيمة صلاح كويس. وبالمناسبة عارفين قيمة صلاح كويس، وعاجبهم طريقة صلاح في التعامل، انه هادي، تقيل، رصين، عاقل، موزون، ما بيجريش ورا اي حاجة. فلوس هنا، طيب حاضر، طب هنعمل كذا، ماشي حاضر.
على رأي أحمد نبوي صاحبه، قال لي ده برج الجوزاء يعني موزون ودماغه متكلفة. عاش صلاح. فاصل ونكمل الكلام. جلسة الحوار الاقتصادي النهاردة كانت ايه بقى؟ هيكل الموازنة، عجز الموازنة، كيفية إعادة بناء هذا الهيكل، كيفية علاج عجز الموازنة. كان بالمناسبة كانت جلسة حامية جدا جدا، وتقال فيها كلام كبير زي ما بتقال. بس في كمان بقى نقطة حضرتك تقدر تشوف ده، لأنه بالمناسبة جلسات الحوار الوطني دائما موجودة ومذاعة على الهواء. دي حاجة. الحاجة التانية، حضرتك تقدر تخش كمان على اليوتيوب وتشوف برضو الفيديوهات بتاعتها والمقاطع بتاعت الجلسات. مش المقاطع، هي كل الجلسات موجودة يعني. حضرتك تقدر تشوف وتلمس بنفسك أنه الحوار الوطني من الألف إلى الياء ومنذ لحظة البدء وحتى هذه اللحظة هو بمنتهى الجدية، يعني يتخذ بمنتهى الجدية. ليه هقول لكم بعدين. طيب معانا على التليفون دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بيك يا دكتور. أهلا أستاذ النائب، عامل إيه؟ كله تمام، وحشنا والله يا دكتور. أنت الأكثر، وحشت كتير يا جدا. ربي يخليك يا دكتور طلعت. جلسات الحوار الوطني وبدأت كما جرت العادة بمنتهى الحماوة. اتكلموا عن الأسعار، اتكلموا على ضبط الأسواق، الجلسة النهاردة كانوا بيتكلموا على هيكل الموازنة وعجز الموازنة. تمام، هنعمل ايه؟ والله بص حضرتك، طبعا الجلسات زي ما حضرتك قلت ساخنة جدا ومركزة ومفيدة. صح. وطبعا حضرتك عارف ان احنا طبعا الجولة الأولى في الحوار الوطني، اما طبعا 135 توصية. ايوه. جزء منهم سياسي، جزء منهم مجتمع، جزء منهم اقتصادي. فكان من الأهمية مكان ان احنا نفعل تلك التوصيات تتحول الى تشريعات وقرارات وسياسات وبرامج. وطبعا بناء على توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما تم يعني انتخابه رئيسا للجمهورية، وطلب ان الحوار المجتمعي وحوار الوطني يستمر ويركز على القضايا الاقتصادية. وبناء على ذلك احنا كمجلس أمناء قعدنا، وكان قاعد معانا الوزير احمد جلال بصفته رئيس المحور الاقتصادي، وقعدنا مع دوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولقينا فعلا بصراحه رغبه شديده جدا 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 من رئيس الحكومه وبناء توجيهات الرئيس ان يكون هناك يعني توصيات وقرارات وسياسات وتشريعات مقترحه، وان الحكومه هتلتزم بتنفيذها. والدليل على ذلك ان رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنه مشتركه. صحيح. من الحكومه مع مجلس الأمناء على أساس أن احنا نفعل التوصيات الـ 135 توصية وفي برامج زمنية وبجدول، وده شيء كان إيجابي جدا جدا في جلسته معنا منذ يومين. أما بالنسبة للمحور الاقتصادي والقضايا المطروحة، هي قضايا غاية في الأهمية، بدءا من الأمس لما تحدثنا عن الأسعار، التضخم، الغلاء، كلمنا عن المعوقات التي تعوق التصدير، الإنتاج، الصناعة، الزراعة، السياحة، النقد الأجنبي، ثم النهاردة عجز الموازنة العامة للدولة، الدين العام وكيفية التعامل معاه. بنتكلم بعد كده عن ملكية الدولة، بنتكلم عن يعني توحيد الموازنة العامة للدولة، بنتكلم عن يوم الخميس عن موضوع غاية في الأهمية والعدالة الاجتماعية. كل دي القضايا اللي كانت موجودة وخرجت من توصيات المرحلة الأولى. طبعا كنا حريصين كل الحرص في المرحلة دي أن الاجتماعات تبقى اجتماعات مركزة مش كبيرة، لازم الحكومة تبقى حاضرة فيها. وفعلا رئيس مجلس الوزراء يعني أرسل كل السادة الوزراء المعنيين، دكتورة هالة السعيد امبارح وزير السياحة، دكتورة الراجل المرشط، يعني كل القيادات، كل الوزراء، دكتورة نبيل القباش تبقى يوم الخميس وهكذا، عشان يبقى فيه بقى روشتة وعلاج سريع ويعني قضايا لازم تحسم. طب هل يعني تم الاتفاق على الجدول الزمني يا دكتور؟ طبعا. بالنسبة لحضرتك احنا يعني احنا قعدنا مع دولة إسبانيا الوزراء، اتفقنا ان يعني خلال مثلا فترة زمنية، هو كانوا عاملين جدول. يعني مثلا موضوع زي المجالس الشعبية المحلية كانوا محددين مثلا 3 شهور مثلا قانون يدخل. احنا طبعا واحنا اثرنا كلامنا مع رئيس مجلس الوزراء وافاد ان احنا هنعمل برنامج جدول زمني
طبعا في حاجات عاجله مش يعني لن اتاخر يعني. إيه؟ النهارده بكلم زي الرقابه على الاسواق والغلاء والتضخم لابد ان يكون مواجهه سريعه طبعا. يعني يعني امبارح حضرنا سويا في مجلس النواب في تعديل الماده 71 من قانون حمايه المستهلك. ده كان المشروع بتاع النائب احمد مقلد. طبعا وكلنا تحمسنا ليه، وطبعا دي نقطه جيده جدا من يحاول ان هو يتحكم في المواد المواطنين والغذاء بتاع المواطنين. لا ما يبقاش فيه، لازم تغلظ العقوبه وتصادر المنتجات ويتم اغلاق المنشاه، وده ده شيء طيب يعني شيء رائع. وطبعا احنا بنقول في تجار كتير شرفاء، انما من ينحرف لازم يعاقب. طب انا في الحته دي تحديدا يا دكتور هاخد راحتي شويه قوي. يا رب يخليك. القانون رائع، التعديل اللي عمله مقلد اكتر من رائع. انا دايما بيفضل عندي حاجه واحده وحضرتك ادرى مني بيها لما لك من خبره برلمانيه واسعه جدا، ربنا يخليك، ان الحكومه تفعل القانون وتعديلاته، الحكومة تصبح ذات يد فاعلة ضاربة. احنا المشكلة مش في القانون، مشكلة في الفاعلية. مظبوط. احنا امبارح يوسف بيه سيادة النائب، امبارح انا ما كلمته كان ليا تعديل في المادة دي بالذات، وكان ليا رأي وقلته في الجلسة وبأكده هنا مع حضرتك. قلت مثلا جهاز زي حماية المستهلك جهاز ليس له أدوات ونفس اختصاصاته 12 اختصاص معظمها حاجات انشائيه، لابد ان يكون له اختصاصات قويه. يكفي ان اقول ان عدد افراده ما يزيدش عن 390 معهم ضبطيه قضائيه على 106 مليون مواطن، ده هذا لا يكفي. ميزانيته قد ايه؟ لا تكفي. فاحنا عايزين يبقى رقابه قويه. في افكار بدات تتقال ان احنا نوحد الاجهزه الرقابيه اللي بتتعامل مع السلع الغذائيه مثلا. احنا عندنا ست جهات بيتعاملوا هذه المساله. انا عندي تفتيش التموين، وعندي جهاز حمايه المستهلك بالظبط كده، وعندي الرقابه على الصادرات، وعندي سلامه الغذاء، وعندي جهاز منع الاحتكار والمنافسه ومنع الاحتكار. دي كلها ست اجهزه. طب ليه ما يبقوش جهاز واحد او مجلس اعلى يضم كل ده ويشتغل بخريطه واضحه؟ حمايه السوق دي غايه في الاهميه. ايضا اتقال من ضمن الافكار ان احنا النهارده ما هيش تعارض والطلب. لو انا جيت في هذه الفتره الحرجه وقلت المنتج يروح للمستهلك على طول بدل المرور على 50 مكان، وال 50 مكان كل واحد بياخد مبالغ، وتيجي في الاخر السلعه تروح للمستهلك بمبالغ مثلا بائزه. اما نيجي النهارده نفتح المنافذ، نوسع المنافذ، لابد يكون في حلول سريعه وعاجله. طبعا الحكومه لابد حكومه قويه. ما فيش حاجه فيه بعد الناس يقول لك ايه احنا سياسه السوق اللي هو العرض والطلب. نعم، حتى الدول اللي هي بدات وابتدعت سياسه السوق الحكومه في بعض الاماكن بتتدخل. هو ما فيش حته في العالم الحكومه ما بتتدخلش في ضبط الاسواق، ما فيش حته في العالم، يعني اللي يقول غير كده عنده حقيقي مشكله. بالظبط كده، يعني الدول حتى الكبيره او الدول ايا كان نوعها الحكومه لابد ان يكون لها يد طوله لحمايه الناس المواطنين اللي هي مسؤوله عنهم. فده طبعا والعلم معني كما قعدنا مع رئيس مجلس الوزراء الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، انا قلت له قال لي احنا معنيين جدا بهذه القضيه ومهمومين بها جدا. صحيح. خاصه احنا داخلين على شهر رمضان، لابد ان يبقى في ضبط في الاسعار. النهارده الاسعار تتحرك كل دقيقه، ده شيء مش ايجابي وشيء مش طبيعي وشيء مش منطقي. يعني ايه السعر اللي يتحرك كل دقيقه؟ اتمنى المزيد من الفعاليه في مساله ضبط الاسواق وضبط الاسعار ده دكتور حقيقي يعني، وفكره انه كل الاجهزه الرقابيه تبقى تحت مظله واحده فتتحرك معا كقوه واحده، ده اكتر شيء رائع. انا بشكرك جدا دكتور طلعت. اشكرك يا فندم، كل شكر ليك دكتور طلعت عبد القوي، طبعا عضو مجلس امناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب المصري. انا اجدد الحاجتين اللي انا قلت عليهم امبارح. الحاجه الاولى انا بطلب، وانا اعلم جيدا ان اللي بطلب منهم هم مش مستنيين طلبي، بس انا في الحاجات دي فعلا ببقى زنان. اللي عارفيني كويس واللي بيشتغلوا معايا عارفين ان انا شخص غير زنان في اي حاجه متعلقه بيا بشكل مباشر، بل اكاد اكون من اكثر الناس اللي تتكسف وتحرج انها تطلب لنفسها شيء، ولا اكاد اطلب لنفسي اي شيء خالص يعني. حتى المرتب بالمناسبه تديني مكسوف جدا لو انا اتكلمت في مرتبي، مش عارف ليه. المهم بس خلقتي كده.
لكن فيما يتعلق بالمجتمع أنا أجدد الطلب، أنا نفسي وأنا واثق أنه ده هيحصل، طلبت ولا ما طلبتش. المنافذ، منافذ التموين، ودي هنتكلم عليها في فقرتنا النهاردة، منافذ التموين، منافذ قوات المسلحة، منافذ الداخلية، كلنا واحد، أهلا رمضان، زودوا البضاعة فيها على قد ما تقدروا، السوق هيتظبط تلقائيا. ده كده اقتراح رقم واحد. عارفين انتوا العنوان اللي حط على اليوتيوب ده؟ اقتراحات يوسف الحسيني لضبط الأسواق في مصر. زودوا البضاعة في المنافذ، التاجر الجشع هيتعلم الأدب وهيتظبط زي الألف كده، تلاقيه واقف زي الألف كده. بضاعة كتير في المنافذ دي، منافذ قوات مسلحة، داخلية، كلنا واحد، أهلا رمضان، التموين، والله ما هتلاقي تاجر قادر يغلي حاجة. ليه؟ بضاعة هيشربها يبقى ياكلها هو، فلازم يبيع. أدي واحد. الاقتراح التاني، شركة، شركة للنقل والتوزيع. لو احنا بنتكلم على النقل الداجني مثلا، كل او كبار جدا منتجي الدواجن، وتخش معاهم الدولة بشركة مساهمة، هنخش الدولة داخلة بنسبة، الكبارات بتوع الصناعة بتاعت الدواجن داخلين ببقية النسب، في وقت من الاوقات ممكن تطرح وتبقى موجودة في البورصة، تبقى اسهم، ودي هتبقى كسبانة كسبانة، لما يتعمل عليها اكتتابة هتلاقي بس نار. مهم يعني، دي اللي هتوصل الدواجن، شركة بأسطول عملاق. هل نشتغل على دواجن بس؟ طب ما أنا في عندي دايما مشكلة إنه كل من هم وسطاء ما بين المنتج والمستهلك للأسف الشديد بيطلعوا عنينا. اقفل بقى القصة دي، شركات كبيرة هي اللي تشيل الليلة كده بقى، في السلع التموينية كده بقى، في الرز كده، كده في الزيت كده، في لكن من واحد للتاني للتالت للرابع للخامس لحد ما توصل للمستهلك، المستهلك يطلع عينه. في واحد يقول لك ايه يا عم خليها كلها ترزق، حبيبي كله يرزق على العين وعلى الراس نتمنى، لكن للاسف في ناس مش بتاعه كله يرزق، في ناس بتاعه يلا ناكلها ولعه. لا، الاقتراحين دول اولهم غرقوا الأسواق بتاعتنا في منافذنا اللي احنا عارفين انها بتاعتنا وفي ايدينا، اللي هي بتاعت المواطن يعني، قوات مسلحة وداخلية واهلا رمضان وكلنا واحد والتموين، غرقوها لنا بضاعة، السوق هيتعدل على القبلة. الأجهزة الرقابية يا جماعة شددوا الرقابة، شددوا الرقابة، شددوا الرقابة، علشان الفلوس اللي بتيجي نستخدمها الاستخدام الأمثل. ما احنا جايلنا فلوس راس الحكمة. مديرة صندوق النقد الدولي السيدة كريستينا جورجييفا قالت انه تم حل القضايا الاساسية في مراجعة الصندوق لبرنامج قرض مصر، نتوقع اتفاقا في غضون اسابيع. معنى ايه الكلام ده يا جماعة؟ ما خلي بالك انه صفقة زي صفقة او بالادق اتفاق استثماري ضخم زي اتفاق راس الحكمة بيطمن الشركاء بتوعنا زي الصندوق، بيطمن البنك الدولي على سبيل المثال، الناس كده بتطمن لانه بيشوف ايه، يقول لك يعني مثلا هو اكيد كان من ضمن الحاجات اللي مطروحه على مائده النقاش والتفاوض ما بين الصندوق والمفاوض المصري ايه؟ ها يا جماعه، وسعر الدولار هيبقى عامل ازاي؟ ولو تفتكر كان في تصريح سابق لكريستالينا جورجييفا قالت ايه؟ قالت يا جماعه مصر مش محتاجه التعويم ولا نطالبها بذلك، لكن قد تكون في احتياج لسعر صرف مرن. لما بقى في عندي الحمد لله والشكر لله الفلوس دي، يبقى ايه؟ يبقى انا كده فرصتي اكبر، ثقة المؤسسات الدولية فيها اعلى، معدل الطمأنينة اعلى، لان انا كده ائتماني تمام، الثقة فيا انا في التمام. فلما يجي بقى ان شاء الله الفلوس بتاعت الصندوق ومعانا الفلوس ومعانا حاجات، هو النهارده الدكتور مصطفى مدبولي كان عنده اجتماع على مناقشه العروض المقدمه لشراء الشركه الوطنيه على سبيل المثال مثلا يعني. طبعا الاخوان، بصوا يا جماعه الاخوان دول عيال والله العظيم،
رعاع لدرجه، عيال عندها كم وضاعه غير طبيعيه. يقول لك ايه؟ لماذا الدوله ولماذا مش عارف ايه، وعندهم شركات وعندهم كذا وعندهم كذا. نقول له طيب احنا هتبدا الدوله تتخرج، لماذا الدوله تريد بيع الاصول وخروج من الشركات؟ حرام عليك، ودي فلوس المصريين. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ الفلوس تفضل مع الدولة أو الشركات تفضل مع الدولة، ولا الدولة تتخرج؟ أنت عايز إيه؟ عارف اللي هو عايز تجيبه تخنقه كده وتطبق في زمارة رقبته، وفي الآخر خالص تسيبه كده لعله ياخد نفس. بس الإخوان مش لازم ياخدوا نفس خالص، خليك طبق في زمارة رقبته لحد ما نخلص عليه. دولة تملك مش عاجبهم، الدولة تتخرج مش عاجبهم، إن شاء الله ما عاجبهم. أنا اللي يهمني حضراتكم، اعقلوا القصة يا جماعة، اسمه كلام؟ يصح الكلام ده؟ والله ما يصح. طيب تعالوا ننتقل لموضوع اخر، وهو من المواضيع اللي انا بحبها. انا راجل بشوف انه الفن للجميع، مصر عاصمة الفن العربي، وطول عمرنا كده. لا، اللي انا بقول لك ده مش من باب التباهي خالص، وإن كان تباهيا محمودا، لكن أنا بتكلم في قصة تانية. أنا بتكلم في قصة إن إحنا طول عمرنا الفنانين من كل حتة في المنطقة موجودين عندنا في السينما وفي المسرح وفي الموسيقى وفي الغناء وفي الفنون التشكيلية، إلخ إلخ إلخ، حدث كيفما شئت، في الكتابة وفي الأدب وفي الشعر وهكذا. وببقى مبسوط قوي لما بلاقي إنه هذا المسار العظيم مستمر. ببقى مبسوط جدا لما اشوف ان اكبر كيان انتاجي في مصر وفي المنطقة العربية، الا وهو الشركة المتحدة، مستمر على نفس ذات السياق وبإصرار. فتلاقي المتحدة، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فتح الباب لنجومنا العرب. احنا في عندنا في دراما رمضان تقريبا 18 مسلسل لو انا عديت صح يعني، وعندي تقريبا لا هم اكتر من 15 فنان ونجم عربي في الدراما الرمضانيه في هذا العام. ومعايا على التليفون احد النجوم والفنانين العرب اللي انا بحبه، بس هو عارف ان انا بحبه، لما بنتقابل صدف بقول له دايما كده، فراس سعيد. اهلا 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 يا استاذ يوسف، ازيك؟ من غير استاذ بقى يعني، مش كده؟ ارجوك يعني. عامل ايه انت؟ اخبارك ايه؟ والله زي الفل، وحشني جدا والله العظيم. وانت منورنا حبيبي في رمضان السنة دي، صح؟ حبيبي يا حبيبي، انتوا اللي دايما منورين العالم العربي كله. يا رب يخليك. يعني كلنا اتولدنا وتربينا على الدراما المصرية، وزي ما انت كنت لسه بتقول، هي الحضن اللي كل الفنانين العرب. والله يا بص يا فراس، انا دايما ببص على الموضوع، اصل انا وانت وغيرنا، يعني الجيل بتاعنا والجيل الاكبر، خليك في الجيل بتاعنا والجيل الاصغر، مش شغلين دماغنا بانه نجيب الريحاني من مصر ولا من العراق يعني. خالص خالص والله. ولا فريد الأطرش يعني، مش ولا اسمهان، محدش مشغول بالقصص دي. والله بص يا يوسف، انا يعني انت عارف انا طول عمري عايش بره. ايوه. فانا كنت ببص على الدراما وعلى السينما المصريه على انها فن العرب، الفن اللي أنا جاي منه، مهما كانت بقى جنسيتك، مهما كانت هويتك، مهما كان أنت جاي منين أو عايش فين، بتحس بيه وعايش فيه. وعلى ما أعتقد يمكن الجنسية المصرية هي أكتر جنسية عربية، يمكن مفيش جنسية عربية تانية مش حاسس إنها جزء منه، جزء سواء كان من نشأته ولا من تاريخه ولا من واقعه بصراحة. فهو زي ما بقول لك، هو الحضن الكبير، وهي اللي حضنانا وهي اللي مقويانا. والله زي ما بتقول كده، عارف ربنا يخلينا لبعض، بتبقى ظريفه يعني. والله بتكلم بجد، قول لي منور بقى في رمضان السنه دي بايه؟ احكي لي بقى. بعمل دور صغير كده في مسلسل. ولا صغير ولا حاجه، بتعمل ايه؟ حبيبي حبيبي حبيبي، مسلسل الصدفه بطوله الفنانه ريهام حجاج. وطبعا عندنا كوكبة كبيرة جدا من الناس معانا في المسلسل، وطبعا اخراج الاستاذ الفنان سامح عبد العزيز، طبعا حبيبي، وكتابة الاستاذ دايما سلامة برضو، صح. يعني قلم مصري قوي جدا. ايوه ده زي السكر فعلا. جدا جدا.
وطبعا يعني كوكبة من الفنانين اللي أنا يعني بصراحة الواحد بيبقى سعيد ومبسوط جدا وهو رايح يشتغل معاهم كل يوم. أنا يمكن دوري أكثر حاجة يمكن مع خالد الصاوي، ف يعني بتبقى متعة، عارف بتبقى متعة جدا. في راس انت بتاخدني في دوكا ومش بتتكلم عن الدور صح؟ انت بتفسحني. ما انت عارف. طب بص هقول لك على حاجة، يعني هنقسم البلد نصين، عارف في البيع والشراء يقول لك نقسم البلد نصين. تمام. اللي أنا خدت بالي من التيزرز والبروموز اللي بتتذاع إنه المسلسل كوميدي أو كوميديا اجتماعية بشكل ما، وريهام داخلة رمضان السنة دي كوميديا واضح. بص هي داخله بطريقه مختلفه جدا بدور مختلف عليها قوي. اوكي. الناس كلها عامله مجهود قوي جدا. الورق بيحفزك انك تعمل حاجه حلوه. حلو. طبعا الاستاذ سامح يعني هو القائد بتاع العمل كله، واخدنا كلنا يعني تحت جناحه في حته حلوه قوي قوي قوي. سامح لو بس الكوميدي هيموتنا. سامح لو بس الكوميدي هيموتنا قوي. فعلا والله. سامح اصلا شخص دمه خفيف لدرجة خض جدا 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 فوق ما انت اكيد عارف يعني تعرفه. احنا عشرة طول. شخص لذيذ جدا 26 سنة دلوقتي. ومن صميم المجتمع المصري، فاهم قصدي ازاي؟ ومعانا شباب وبنات صغيرين اللي هم الناس اللي فعلا هم دول اللي داخلين دلوقتي، فاهم قصدي؟ لا عمل لذيذ وظريف جدا والناس هتبقى متسلية جدا، ومن الأعمال اللي فعلا 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 الناس هتحب تتفرج عليها في رمضان بإذن الله. كل التوفيق ليك، وانت عارف أنا فعلا بحبك يعني قوي. ونشوفك في رمضان على الشاشة، ونشوفك في رمضان جوه يعني لا مش جوه الشاشة، جوه البرنامج. جوه البرنامج ان شاء الله. واحنا الاثنين دقنينا بيضه كده وبتاع، بس انا طبعا غايه في الوسامه تاتش وود، فانا هبقى قاعد منزوي كده وباصص في الارض وبتاع. الله عليك. الله حبيبي عليك. حبيبي ربنا يخليك في راسي. تسلم لي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. تسلم يا حبيبي. كل سنه وانت طيب، وربنا يا رب يعيده علينا كلنا بكل خير وبصحه وبعافيه. هل تريدون فاصل؟ اذا نذهب للفاصل. عايزين نرجع بعد الفاصل يا جماعه، هنتكلم على ازاي نقدر ننزل الأسعار للمواطنين، وهنتكلم على منافذنا بتاعتنا إحنا. هيبقى في معانا داخل الاستوديو منورنا ومشرفنا أستاذ عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العام لتجارة الجملة. خد بالك من كلمة العام لتجارة الجملة. استنونا بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب. الدولة بالتأكيد بالتأكيد عندها خطة وتبذل فيها جهد لخفض السلع علشان خاطر المواطن، وتبقى قبل رمضان مرورا بالشهر الكريم. كل سنة وانتوا طيبين. خلونا بقى نرحب جدا وبشدة بالمهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة. منورنا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ازاي الصح؟ كل سنة وصحتك طيب. دايما السؤال، عارف حضرتك كده يعني يقولك الناس في بلادي يتساءلون، ما هي الجهود، ما هي الخطة اللي موجودة في ذهنكم علشان الأسعار تهدى قبل ما ندخل على رمضان، وطبعا مرورا برمضان نفسه واحنا جوه رمضان ما نلاقيش حصل اي تغير. اولا في البدايه كل سنه وسعادتك طيب. وحدك بالصحه والسلامه. والشعب المصري كله بخير وصحه وسلامه. امين يا رب. ولو اختصرنا جهود الدوله في استقبال شهر رمضان وتخفيض وتوفير السلع وتخفيض الاسعار، هنتكلم باختصار يعني من خلال ثلاث نقط رئيسيه. هنقول جهود الدولة تمثلت في طبعا إصدار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالي الدكتور مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذ كافة الجهود لاستقبال شهر رمضان، ومش بس شهر رمضان، هو الإجراءات اللي تم اتخاذها عشان نوفر السلع لكافة السلع الأساسية للمواطن المصري، وخاصة قبل دخول شهر رمضان المعظم. بالفعل اجتمع معالي رئيس الوزراء مع السيد حسن عبد الله المدير او رئيس البنك المركزي، ومعالي الدكتور علي المصلحي وزير التجاره والتموين او وزير التموين، بوضع الخطه. ايه كان اساسها؟ اولا هو
تكوين المكون أو توفير المكون الدولاري اللازم لتوفير هذه السلع. ثانيا الإفراج عن السلع الموجودة في المواني المصرية. وكان أبسط مثل على كده اللي هو تم توفير مكون دولاري أو العملة اللازمة لاستيراد اللحوم من جيبوتي، وتوفير ما يقرب من 100 مليون دولار لاستيراد بقى الزيوت والألبان حسب طلبات معالي الوزير الدكتور علي المصالح. حلو جدا. ده فيما يخص جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية اللي تخص المواطن. لو اتكلمنا عن خطة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي الزراع الأول والأساسي بعد هيئة السلع التموينية لوزارة التموين. الشركة القابضة للصناعات الغذائية باللواء برئاسة اللواء أحمد بيه حسنين، كان التوجيهات من معالي الوزير لأحمد بيه حسنين وبالتالي بالفعل للشركات التابعة اللي تابعة للشركة القابضة بتوفير هذه السلع. وزي ما سعادتك قلت قبل الفاصل، هو إتاحة كميات كبيرة جدا من هذه السلع والأصناف التي تخص المواطن. لو قلنا في ثلاث نقط أو أربع نقط رئيسية للخطة اللي وضعتها الشركة القابضة لتوفير هذه السلع قبل بداية شهر رمضان المبارك، هنقول الجزء الأولاني هو توفير السلع الأساسية. السلع الأساسية تتمثل تقريبا في حوالي 15 سلعة، طبعا أولهم طبعا السكر، وتقريبا حوالي 55,800 طن خلال الفترة الرمضانية. الزيت حوالي أكثر من 16,900 طن في خلال هذه الفترة. الأرز الحر، المكرونة، الفول، العدس، كل كافة السلع الأساسية ال 15 سلعة اللي تهم المواطن المصري. ده بالإضافة لتوفير طبعا السلع التموينية بجانب السلع التموينية اللي بيتم ضخها من خلال البطاقة التموينية للمواطن المصري. يعني عندنا شهري مثلا 65,000 طن سكر بيتم ضخهم من خلال منظومة التموينية، 42,000 طن من الزيت برضو للبطاقة التموينية، 25,000 طن شهري من المكرونة. طب دي السلع التموينية. طب بقية السلع، طب ما احنا عندنا حضرتك بقى السلع اللي زي الدواجن وبأنواعها واللحوم. يعني عندنا مثلا في اللحوم حوالي 8,200,000 طن لحوم طازجة سوداني يتم توفيرها وضخها وسعرها. يعني لو هنتكلم على مرحلة الأسعار، يعني الكيلو ب250 جنيه اللي هي اللحوم المبردة، لحوم طازجة 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 بيقبل عليها المواطن في المنافس بتاعتنا. طيب دي السلع اللحوم والدواجن، وقلت الدواجن مثلا كمان حوالي 2,500 طن تقريبا. السلع اليميش رمضان حوالي أكتر من 16 صنف من أصناف اليميش، وأهمهم طبعا بالنسبة لنا البلح وقمر الدين وجوز الهند وهكذا. دي كميات كبيرة جدا تم توفيرها وضخها. طيب النقطة الثالثة، طب السلع دي كلها هيتم ضخها إزاي؟ أولا هيتم ضخها من خلال المعارض اللي يتم إقامتها في لاستقبال شهر رمضان، والمعارض دي هتبتدي أو ابتدت بالفعل من 15 رمضان وكلنا واحد من أهلا رمضان، احنا بتاعنا احنا أهلا رمضان، من 15 فبراير حتى 15 مارس. من 15 فبراير ل 15 مارس. يعني إن شاء الله إذا رمضان يوم 11 يعني لحد يوم 4 رمضان إن شاء الله. طيب هيتم توفير هذه السلع والمعارض الرمضانية ازاي؟ احنا عندنا طبعا الشركة القابضة ليها شركات تابعة، الشركات التابعة اللي هي الشركة العامة لتجارة الجملة والمصرية لتجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية، فيما يقرب من 1,300 منفذ للفروع اللي بتتعامل مع المواطن مباشرة، هيتعمل فيها بارتيشن او مكان يتعامل لسلع اهل رمضان بالاسعار المناسبة المخفضة اللي موجودة. طيب ايه تاني غير المعرض دي؟ في الشوادر، تم اجتماع تنسيقي ما بين اكتر من حوالي شهر تقريبا ما بين معالي الوزير ووزير التنميه المحليه والساده المحافظين والغرف التجاريه، وتم التنسيق على ان يتم حوالي 146 شادر على مستوى الجمهوريه على مستوى 27 محافظه. الشوادر دي على الاقل خالص
بيبقى في شادر رئيسي او معرض رئيسي واثنين اضافي، يعني كل محافظه فيها على الاقل ثلاث شوادر يتم من خلالها توفير السلع لكافه المواطنين بالاسعار اللي موجوده. محافظات كبيره، يعني القاهره محافظه كبيره، غربيه كبيره. بالفعل مظبوط زي ما سعادتك بتقول بالظبط، بيجوا الساده المحافظين بيتصلوا بينا بيقولوا والله احنا عندنا ثلاث معارض او ثلاث شوادر، احنا عايزين نزود الشوادر، مفيش مانع بنزود بالثلاثه والاربعه والخمسه بحيث ممكن نصل لاكثر في المحافظه، يمكن اكثر من ست معارض او ست شوادر موجودين. ومن اهم من كمان المعارض اهم الكم الكبير جدا اللي احنا بنضخه زي ما سعادتك قلت من توفير السلع، وخاصه السلع الاساسيه زي السكر يعني اللي موجود دلوقتي، والحمد لله احنا بنوفره بكميات كبيره جدا. يمكن زي ما قلت سعادتك في البدايه 55000 طن و800 متاح للفتره الرمضانيه المقبله. حلو. وبسعر الكيلو 27 جنيه. كل المنافذ باذن الله مليانه، كل المنافذ وحضرتك الكاميرات التلفزيون وكاميرات التصوير بتنزل وبتصور ده على الطبيعه. ويمكن كان الافتتاحات احنا افتتحنا يمكن دلوقتي في اكتر من يمكن حوالي اكتر من حوالي 20 او 25 معرض وشادر من يوم 14 فبراير بالظبط بدا الافتتاح في من جنوب سيناء لحد الاقصر واسوان. عظيم. تم انشاء الافتتاح هذه المعارض بالتنسيق مع الساده المحافظين، وبينزلوا بالفعل بيتموا مع معالي الوزير وبينزل يفتتح هذه المعارض والشوادر. حلو. وكان اخرها بالنسبه لنا مثلا يوم السبت اللي قبل الماضي كان عندنا في شبرا الخيمه. وشرفنا مع معالي الوزير ومعالي المحافظ وافتتحوا المعرض وشافوا كم السلع اللي موفراها الشركه العامه. طيب احنا لأنه مش وقت حضرتك، أنا هستأذن هطلع لفاصل وهرجع بعد الفاصل على يمكن حاجتين مهمين دايما المواطن يسأل عليهم. الأسعار أخبارها إيه؟ عايز أعرف برضو معدلات الأسعار في الفول، في الزيت، في السكر، في الرز، العدس إلى آخره، والكمية أنا هروح أخد قد إيه سكر، أخد قد إيه رز، أخد قد إيه فول إلى آخره، يعني هل هيبقى في كميات محددة لكل فرد ولا اللي عاوز يشتري حاجة يتفضل ياخدها؟ يعني أنا شايف إنه ناخد اللي إحنا عايزينه بس بالراحة يعني. أيوة. فاصل وهنكمل الكلام، لازال معنا داخل الاستوديو منورنا مهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة، بنتكلم في أكتر حاجة تعنينا كلنا، المواد والسلع التموينية اللي احنا محتاجينها علشان ندخل بيها على رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، استنونا. اهلا وسهلا بحضراتكم. طب خلونا نجدد الترحيب مره ثانيه بالمهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب التجاري للشركه العامه لتجاره الجمله. هنكمل الخطه وبعدين نتكلم على الاسعار والكميات المتاحه للمواطن. طيب زي ما كملنا وزي ما قلنا الاربع نقط الرئيسيه اللي في الخطه زي ما قلنا حضرتك، توفير السلع الاساسيه بتنوعها وباسعارها المناسبه وبتخفيضاتها. اتكلمنا كمان على السلع اللحوم والدواجن، اتكلمنا على سلع اليميش رمضان، واتكلمنا عن المعارض، واتكلمنا عن إقامة الشوادر في مختلف المحافظات. نسيت بس برضو أقول إن زي ما حضرتك قلت كده المحافظات الكبيرة. أيوة. أو المحافظات اللي فيها قرى نائية ما فيهاش منافذ أو ما فيهاش السيارات المتنقلة أو المتحركة ومشروع جمعيتي بيطلبوا يشتركوا في هذه المعارض، ما عندناش مانع، بنشركهم بالفعل، بنوفر لهم السلع بنفس الاسعار المناسبه، وبيتم ضخ هذه السيارات وتوجيهها لمناطق تمركز في القرى والنجوع اللي ما فيهاش منافذ للتوزيع. كويس. الجزئيه المهمه اللي برضو عايز اقولها يمكن للسنه الرابعه التوالي بيتم توفير الكوبونات بفئاتها بدءا من 100 جنيه الى 500 جنيه. الكوبونات دي بيشتريها القادرين لتوفيرها لغير القادرين، انه بدل ما انا اقول له لا لازم تروح تاخد شنطه معينه فيها زيت وسكر او كذا وكذا، المواطن بياخد هذا الكوبون وبيتوجه عايز يروح يجيب لحمه، فراخ، اي سلعه محتاجها من المنفذ بيتفضل اهلا وسهلا بيه.
بمنتهى الاحترام والكرامه، ما فيش اجبار عليه. بيتم توزيع الكوبونات دي ازاي؟ الكوبونات دي بتطبع في الشركه القابضه، بتوفرها للبنوك والمؤسسات الخيريه ورجال الاعمال، بيشتروا هذه الكوبونات ويوفروها للمواطنين غير القادرين، والمواطن بيتفضل ياخد بدل ما انا افرض عليه اقول له لا الشنطه دي فيها زيت وسكر وكذا وكذا، لا بيتفضل بيخش ياخد. مثلا كشركه اجي اخد مثلا 100 كوبون وانا بوزع الكوبونات زي ما انا شايف. هو بقى دي تعتبر فلوس في ايد المواطن، بيجي في اي وقت وما لهاش وقت محدد ولا مقفول، وفي اي مكان يقدر سواء في المعارض في الشوادر سواء في المنافذ. الكوبون ده بقى بيبقى قيمه ماليه، قيمه من 100 جنيه 100 150 200 350 300 500 جنيه، اجيب بيهم اللي انا عايزه يعني. أي سلعة؟ اجيب القيمه الكوبون كله. أنا لحمة. مش عايز اذكر سلع معينه، عايز اخد كله لحمة فراخ. ممكن اجيب قيمه الكوبون كله سكر ممكن. بص حضرتك، لا هي الفكره في ايه، احنا برضو مش عايزين نقول ان احنا بنحدد كميات معينه للمواطن، الا ان برضو مش عايزين يعني الشعور بالخوف عند المواطن اللي بيخليه ياخد سلع ويتكلب عليها عشان يخزنها خوفا إنها ما تبقاش متواجدة. ده هيخليني بدل ما أوفر مثلا ضعف سكر أو مثلا كمية سكر معانا، هوفر 3-4 أضعاف. فأنا بقول للمواطن اطمن تماما، تعال حضرتك يوميا أهلا بيك في المنافس، خد احتياجاتك يوميا وروح وتعال خد تاني. مش هنقول لحضرتك لا، بالعكس، بس عشان نقدر ندي إتاحة من السلع لأكبر عدد قاعدة ممكن. لأكبر عدد ممكن من المواطنين. الجزئية الأخيرة بقى اللي هي طبعا الموضوع الكوبونات ده مش أول سنة، الكوبونات دي للسنة الرابعة على التوالي. النهاردة برضو عندنا موضوع الشنط الرمضانية، بنكون 3 أشكال أو 3 أحجام من الشنطة الرمضانية، شنطة فيها 6 أصناف تحتوي مثلا سكر، زيت، رز، مكرونة، شاي. الشنطة الثانية 8 أصناف بيزيد عليها مثلا البلح والفول، الشنطة الثالثة فيها 10 أصناف بيزيد عليها طبعا فوق البلح والفول والشاي والمكرونة والفول والعدس، كل السلع دي. اللي بيحب برضو ياخد عدد من الشنط مثلا أو من الكراتين دي، عايز ياخد مثلا 500 كرتونة 1000 كرتونة 100 كرتونة، الحاجة اللي هو محتاجه. الشركات والمؤسسات بنوفرها للشركات والمؤسسات والمواطنين العاديين اللي عايزين يعملوا في الشهر الكريم مثلا تبرع للناس. الجزئية بقى اللي سعادتك أصرت عليها بقى. موضوع الأسعار ده هو دور الدولة ايه في تخفيض الاسعار؟ هي العمليه عمليه عرض وطلب، لكن احنا مش هنقول عرض وطلب. احنا دايما دورنا ان احنا كل ما بنضخ كميات كبيره من السلع ده بيعمل احداث توازن للاسعار في السوق. فانا كل ان انا باجي النهارده مثلا القطاع الخاص بيسعر سلعه على الاسعار بتاعتنا. يعني لو جينا كدولة احنا لو انا ضخيت كميه كبيره بسعر معقول هجبر القطاع الخاص ينزل باسعار. بالفعل ده بيحصل، والدليل على كده النهارده احنا مثلا لو قلنا مثلا السكر ب 27 جنيه وفي جميع منافذنا لحد النهارده بيتباع ب 27 جنيه وفي جميع المنافس والشوادر والمعارض وكميات كبيره موجوده، ده خلى التصاعد اللي هو كان وصل في بعض الاحيان في القطاع الخاص بره الى سعر الى 50 جنيه رجع تاني بدا ينزل تاني. كل الكلام ده اللحوم النهارده، الدواجن النهارده انا بعمل الكيلو النهارده ب 100 جنيه في الدواجن المجمده اللي هي ب 130 135. يعني لو انا رحت المنفذ وعايز رز ما فيش مشكله، الرز ب 35 جنيه. يعني انا بقول لسعادتك الاسعار اللي احنا بنتعامل بيها مع فيها نسبة تخفيضات تصل من 15% إلى 30% تقريبا. وزي ما قلت لحضرتك النهاردة اللحوم الطازجة عندي في المنافذ 250 جنيه للكيلو، النهاردة وصل السعر اللحوم في بعض القطاع الخاص من 320 و340 و400 جنيه النهارده لما بيلاقوا ان في توافر. يعني سعر لحمه عندي في المنافذ 250 ولا يبدا من 250؟ لا 250 جنيه وكل القطع زي بعض، ما فيش حاجه ما يجيش يقول لي لا مثلا ده الحته دي مميزه فبيبقى سعرها اعلى. بالعكس ان حضرتك ان المدى الاقبال رهيب جدا والحمد لله. احنا طبعا بيبقى ده شيء بيسعدنا ان احنا المواطن ثقته بتزيد في منافذ الشركه القابضه والشركات التابعه ليها.
ان هو بيجي يخش ياخد جميع احتياجاته، سواء من البقوليات، سواء من السلع الجافه او السلع النصف جافه او اللحوم او الدواجن او الاسماك، كافه انواع السلع موجوده. فده هو بيثق تماما انه هيجي في اي وقت هيلاقي كل احتياجاته. حلو جدا. والحمد لله النهارده كل الكاميرات والميديا كلها بتصور بالفعل وبتشوف ده على الطبيعه، وان شاء الله في افتتاح المعرض الرئيسي في مدينه نصر ان شاء الله هتشوفوا حضرتك مدى الاقبال الجماهيري ومدى توافر كميات كبيره جدا من السلع، مش بس مجرد للعرض فقط. طب اخر حاجه، اتفضل. ايه امكانيه ان احنا نمد اكتر بعد 15 مارس؟ ان شاء الله انا بامل ذلك وبتمنى ذلك، وطبعا ده قرار طبعا معالي الوزير وان شاء الله ربنا يسهل. وهو دايما دكتور علي يعني بيسعى جاهدا الى، يعني لا اخفي عليك سرا، يمكن من خلال اسبوع هو بنفسه اصدر قرار خفض سعر الزيت الثمانية من عشر الخليط من 70 جنيه الى 65 جنيه. يعني هو ما بيتاخرش ان ما بيلاقي اي حاجه يقدر يخفض فيها اسعار عشان ينزل لمستوى المواطن، ما بيتأخرش. احنا كان عندنا بضائع كتير جدا موجودة في المينا، الدكتور مصطفى مدبولي وجه بأنه الإفراج عن كافة ما هو موجود باقي الجمارك والمواني، وقال أنه قيم البضائع الموجودة تقريبا حوالي مليار و300 مليون دولار أمريكي، وقال الأولوية للمواد الغذائية ثم للدواء. مظبوط. هنا نناشد دكتور علي مصلحي نقول له احنا عايزين بدل 15 مارس نكمل اليوم 15 مارس نكمل اليوم مثلا 25 مارس لحد نص رمضان. ان شاء الله ربنا يسهل. هتبقى حلوه ان شاء الله ربنا يسهل باذن الله. لازم نعلم الجشعين الادب ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله. هيحصل باذن الله. باشمهندس انا سعيد جدا بمقابلتك النهارده وبالمعلومات اللي قلتها لي، وبانه احنا كده يعني عارفين بل متاكدين ان احنا في ظهرنا دوله سندانه ان شاء الله باذن الله. واللي عايز اطمن سعادتك عليه كلمه موجزه اخيره، ان الشعب المصري الحمد لله ما حسيناش باي مشاكل اثناء الكورونا، ما حسيناش باي مشاكل الحمد لله من توفير اثناء الازمه الروسيه الاوكرانيه، والوقت الحالي برضو رغم الازمه الاقتصاديه على مستوى العالم الا ان الحمد لله توفر السلع موجود، وزي ما سعادتك قلت ان الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه كانت توفير المكون الدولاري، الافراج عن البضائع. صحيح. اللي موجوده في المينا الحمد لله، يعني بطمن عندنا ارصده من 5 شهور الى 6 شهور في سلعه السكر، في سلعه الزيت، فعندنا ارصده كبيره متاحه. يعني اخليهم يكتبوا على الشاشه دلوقتي، يقول المهندس عادل عبد العزيز بيقول احنا عندنا يعني احتياطي من السكر والزيت من 5 ل6 شهور. ان شاء الله. صح كده؟ ان شاء الله فندم. المهندس عادل بنفسه وهو العضو المنتدب التجاري للشركه العامه لتجاره الجمله. ان شاء الله. نورتني يا باشمهندس عادل، نورتني وشرفتني، كل الشكر ليك. مره ثانيه كل الشكر للمهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب التجاري للشركه العامه لتجاره الجمله. عندنا احتياطي من الزيت والسكر يكفينا 5 أو 6 شهور كمان باذن الله. شوفوا يا جماعه، الدوله باذن الله سبحانه وتعالى واقفه في ظهرنا ومش سايبانا. هينزلوا او بداوا بالفعل ينزلوا من يوم 14 فبراير البضاعه في كل المنافذ الممكنه، واحنا انا من موقعي هذا كمواطن وكمذيع فانا اناشد معالي وزير التموين بلاش لحد 15 مارس، خليها زودها 10 ايام كمان، نبقى لحد نص رمضان بامر الله. والله السوق هيتعلم الادب، ادب، وهم محتاجين كده. خلصت الحلقة لحد كده، ثواني يكون موجود معانا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10، أما احنا لو كان لنا العمر نقابلكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.